بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا
دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.